السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الواجبات والسنن المهجورة الحرص على الحسنات بعد الموت بفضل الله سبحانه وتعالى، إن الإنسان يحرص على إن هو يوم ما يموت ما تتقفلش صحيفة حسناته، لكن يكون حريص برضه في المقابل ان يوم ما يموت لازم تتقفل صحيفة سيئاته، لان في ناس الله يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين بيموت من هنا وصحيفة سيئاته ما زالت مكتوبة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما وضح ذلك: من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة. ده مين ده؟ ده اللي صحيفة حسناته مفتوحة. طب واللي صحيفة سيئاته لسه مفتوحة لحد يوم القيامة عياذا بالله، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. الله يعافينا ويعافيكم يا رب ويجعلنا وإياكم من اللي صحيفة حسناتهم تظل مفتوحة إلى يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف ده من خلال حديثين وصانا بهم النبي صلى الله عليه وسلم عشان نشوف إيه الحسنات اللي ممكن نتركها بعد موتنا. في الحديث الأول الذي رواه ابن ماجة بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، عد معي بقى، علما نشره المفترض إن يكون إنسان عالم بيترك مثلا كتب من بعده ينتفع بها طلبة العلم والمسلمون من بعدهم، ثم أو مثلا يترك أشرطة أو سديهات أو أي دروس بفضل الله ينتفع بها الناس. طب ممكن ما يكونش عالم ولا طالب علم، ممكن يكون إنسان عادي لكن في قلبه خير كبير، فبيشتري المحاضرات سواء كتب أو سديهات أو يدل الناس على المحاضرات اللي على الفضائيات أو على النت، فيكون بكده نشر هذا العلم، فيكون ذلك في ميزان حسناته بعد موته. يبقى علما نشرهم وولدا صالحا تركه، انك تربي ابنك على كتاب وعلى السنة وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخليه يشعر ان ملوش قدوة في الدنيا ده الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه، تجيب مصاحف وتوزعها على الناس او في المساجد بفضل الله سبحانه وتعالى. كل من قرأ حرفا من كتاب الله يكتب في ميزانه وفي ميزانك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة والحسنة بعشر امثالها. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. يبقى ومصحفا ورثه. رابع حاجة: او مسجدا بناه. طب يا شيخ محمود ما عنديش فلوس ان انا اقدر ابني مسجد كبير او صغير حتى. بسيطة جدا يا حبيب قلبي، كل اللي تقدر تعمله حاجة واحدة بس، او كل اللي تقدر تعمليه حاجة واحدة. لو معاك 1000 جنيه او 2000 او اي مبلغ، شوف مسجد لسه بيتبني وادفع المبلغ ده، قول له انا بشارك في انشاء المسجد في كل ما في المسجد، يعني ان شاء الله حتى يبقى جنيه في السباكة، 5 جنيه في المية، مش عارف ايه في الكهرباء، المهم ال1000 جنيه دي انا عايزها في كل منشآت المسجد، فتأخذ بذلك ثواب كأنك بنيت مسجدا او شاركت في بناء مسجد بفضل الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة. خامس حاجة: او بيتا لابن السبيل بناه. زمان كان ربنا يبارك فيكم يا رب ويبارك في اعماركم، كان زمان كانوا بيعملوا بيوت لابناء السبيل، الناس اللي جايين من بلد رايحين بلد تانية، فكانوا بيعدوا فبيحتاجوا ان هم يرتاحوا مثلا يوم او يومين او بعض الساعات، فيخشوا بيوت لأبناء السبيل، يخش يقدم له الإفطار والغداء والعشاء، ويبات ليلة أو اتنين أو تلاتة إكرام الضيافة، 3 ليالي مثلا، فيبات ويأكل ويشرب ثم ينطلق. هذا له ثواب عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وخصوصا أنه يترك هذا البيت صدقة جارية له ومثلا لأبيه وأمه من بعد موته بفضل الله. أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه. ممكن يخش في نفس كلمة أو نهرا أجراه إن هو يشق ترعة من أجل مثلا يعني الري بتاع الأراضي الزراعية، أو مثلا يحفر بئر لبعض الناس اللي مش لاقيين مية فيشربوا مية طيبة كما يحدث الآن في أماكن كثيرة في إفريقيا، أو مثلا يوصل مية لقرية ما فيهاش مية، كل ده يدخل تحت بند أو نهرا أجراه. أو صدقة أخرجها من مالي، خدوا بالكم الحتة الأخيرة ديت بعض الناس بيفهموها فهم مغلوط، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. بعض الناس أفتى بسبب الكلمة دي بإيه بقى؟ قال لك يبقى إذا لو الواحد عمل صدقة لنفسه، صدقة جارية لنفسه وهو عايش تقبل، ولو هو مات وابنه أو أي حد من المسلمين أو من أقاربه أو من أسرته عمل له صدقة جارية لا تقبل. طبعا الكلام مغلوط، كلام مش صحيح. النبي هنا صلى الله عليه وسلم بيحضنا
على ان احنا لما نعوز نعمل صدقه جاريه يا ريت نعملها واحنا احياء. ليه بقى؟ قال لك لان انا لو ما عملت الصدقه الجاريه لنفسي وانا عايش ممكن اموت من هنا وابني ينساني، او مش ينساني، ينسى يعمل لي صدقه جاريه، او ان اسرتي ما يخطرش على بالها انها تعمل لي صدقه جاريه، فالاولى والافضل ان انا اعملها لنفسي. طب انا ما عملتهاش لنفسي ومت وابني عملها لي، تقبل بفضل الله وتكتب في ميزانه وميزاني. طب اي حد من اسرتي عملها لي تقبل برضه. طب لو اسرتي، لا اسرتي ولا اولادي، اي حد من حبايبي اصدقائي، اي مسلم بيحبني عمل لي الصدقه الجاريه، تقبل بفضل الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف الحديث الثاني بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني رواه البزار باسناد حسن ان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: سبع يجري للعبد اجرهن وهو في قبره بعد موته. الله اكبر، تبقى نايم في قبرك يا رب اجعل قبورنا روضه من رياض الجنه يا رب العالمين، تبقى نايم في قبرك والصدقات داخله لك نور بينور لك قبرك وبيزود في نعيمك في القبر بفضل الله سبحانه وتعالى. اول حاجه من علم علما، وطبعا ديت لابد ان يكون عالما او طالب علم بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا يجعلنا واياكم منهم يا رب العالمين. او اجرى نهرا ذكرناه، اجرى نهرا حفر ترعه او عمل اي حاجه توصل بها الميه، لكن الحديث ده اوضح بقى وفرق، قال لك او اجرى نهرا او حفر بئرا. يبقى اجرى نهرا زي شق ترعه او عمل نهر بسيط كده صغير يوصله القريه من القرى عشان يوصل لها الميه، دي اجرها عظيم جدا وصدقه جاريه له من بعد موته بفضل الله سبحانه وتعالى طول ما النهر ده شغال. يبقى اجرى نهرا او حفر بئرا. طبعا في ناس كتيرة جدا في مجاهل افريقيا لا يصلهم اي ماء ابدا، فماذا يصنعون؟ اهل الخير بيتبرعوا يحفروا لهم بير بفضل الله، الابار بتطلع الميه على طول، يطلع الميه في البير ده، كل من يشرب من ذلك الماء الذي في البئر له صدقه بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى لو شرب منها عصفور او هره بفضل الله يكون ذلك في ميزان الحسنات. او اجرى نهرا او حفر بئرا او غرس نخلا، لان النخيل ده فيما بعد الناس تنتفع بالتمر بتاعه بفضل الله، فكل من اكل تمرا كله في ميزان حسناتك، وبعدين ممكن اكون صايم وبفطر على التمر ده يبقى صيامي في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى، خير خير عظيم جدا. او حفر بئرا او غرس نخلا او بنى مسجدا وذكرناها، او ورث مصحفا برضه ذكرناها، او ترك ولدا صالحا من بعده يستغفر له من بعد موته. دي سبع اشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، نتركها من بعد موتنا تكون في ميزان حسناتنا، فاحرصوا على ان تكون حسناتكم من بعد موتكم تكون مفتوحه او صحيفه مفتوحه لا تغلق ابدا. اسال الله عز وجل ان يجمعنا واياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الاعلى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.